متابعينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم كومونتير. هذا اسبوع البرنامج غادي يناقش موضوع كيهم الشباب كاملين وكتا هما كيبغيو يعبروا على الراي ديالهم فيه، هو المحتوى ديال يوتيوب في المغرب. واليوم معنا ثلاثه ديال الشباب مغاربه اللي غادي يتقاسموا معنا الراي ديالهم بكل وضوح وبكل شفافيه في برنامجكم كومونتير. معايا اليوم نجا، معايا ساره ومعايا ايوب، مرحبا بكم معنا. ميرسي. شكرا. دونك غندوز لكل واحد فيكم باش يقدم لنا راسو، بما ان ايوب الولد الوحيد معنا نبدا به. مرحبا بك ايوب. ميرسي، شكرا على الاستضافه. قدم لنا راسك ايوب. ايوب، مساء الخير. مهتم بوسائل التواصل الاجتماعي وصحفي متخصص في العلوم والتكنولوجيا. دونك مرحبا بك ايوب. ندوزو عند ناديه. الو، ناديه حوات، جورناليست اخ بي اي كوتش اون ديفلوبمون بيرسونيل. مرحبا بك حتى انت ناديه. ساره. ساره عبد الله، صحفيه، ويلا بديت كنقدم محتويات يوتيوب. مرحبا بك حتى انت يا ساره. ميرسي بوكا، ربي يخليك. دونك نبداو الحلقه ديالنا، والسؤال ديالي الاول غادي يكون كل واحد فيكم كيفاش كيجيه المحتوى ديال يوتيوب في المغرب. غادي نبدا معاك ايوب، كيفاش كيجيك لو كونتوني ديال لي فيديو اللي كنشوفو في اليوتيوب ديال المغرب؟ وهو كونتوني زعما اللي متنوع، ولكن كاين عندنا واحد النقص اللي ملاحظ، فمثلا في المجال ديال العلوم مثلا، اولا في المجال ديال الصحه مثلا، الصحه اللي حنا واقفين عليها دابا واللي هي متعلقه مثلا بكل ما كيتعلق بكورونا وكوفيد 19. فعندنا المحتوى ديال الصحه ناقص، يعني عندنا واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي زانفلونسور اللي كيخدموا في المجال ديال الصحه. فحنا ما كاينش مثلا يكون واحد ليفانتين ديال لي زانفلونسور في المجال ديال الصحه مثلا، في المجال ديال العلوم، وبداو كيبانوا مثلا في المجال ديال العلوم وديال الاسباس مثلا، بداو كيبانوا شويه. مي واخا مازال كاين نقص، لان بلا كونتيتي اللي كبيره هي اللي ممكن انه ان يكون بها واحد الانفلونس الكبير. اسمح لي ايوب، ولكن زعما الا بغينا نهضروا بعيدا على هاد لا بيريود هادي ديال لو كورونا، كيفاش كيكون دابيتود لو كونتوني ديال اليوتيوب؟ انت كيفاش كتشوفو؟ بالنسبه لي انا شويه ممكن ان الراي ديالي يكون مخالف بزاف ديال الاراء. فالكونتوني اللي كيشوفوه البعض كونتوني تافه، حنا كنسميوه المحتوى التافه، ما كنسميش، بالنسبه لي ما كنسميش محتوى تافه. مثلا بحال مثلا روتيني اليومي، او بحال مثلا مجموعه ديال الفيديوهات، او ديال المواضيع اللي كتقدم. بالنسبه لي انا ما يمكنش اننا نحجر على الاراء ديال الناس. يمكنش يقول لي لا انت ما خصكش تكون في اليوتيوب، او لا انت ما خصكش تكون في اليوتيوب. فشنو المقياس اللي غادي نحكموا به على الناس اننا نقول لهم انت ما خصكش تكون ولا انت؟ انا كان اللي كيبان لي، يعني كل واحد انه يلقى راسو في اليوتيوب. يعني بجي عزيز عليك الموسيقى تلقى الناس ديال الموسيقى، عزيز عليك روتيني اليومي تلقى الناس ديال روتيني اليومي، عزيز عليك مثلا للعلوم او للصحه او تلقى الناس اللي كيدوي على الفضاء. فهذا التنوع هذا هو تنوع صحي، وكيبين لنا داك يعني الاختلاف اللي كاين في المجتمع. داكوغ ايوب. نجا، كنحاول نقرا شويه التعبير ديال وجهك، كيف جاك هادشي اللي قال ايوب؟ وانت كيفاش كتشوفي لي كونتون ديال يوتيوب؟ جو سوي داكوغ، يوتيوب سي اون بلاتفورم او اليا دو تو لي زار، اليا بور تو لي غو، كاين جميع الادوار، كل واحد يقدر يلقى داكشي اللي تيبغي. وبيان سور في اطار ديال حريه التعبير وفي اطار ديال الحريه اون جينيرال، يمكن لكش تحجر على واحد الانسان حيت انت ما عجبكش، حيت انت كتشوفو الي ترو بوبولار ولا الي باشيك ولا الي يبارل ولا يسكومبورد دون سيغتان مانيير، ودير عليه انت الحجر. تي نابا سو دغوا. لا بروف ان كاين بزاف المتابعين تبعين هذاك الانسان وكينتميو ليه وكينتميو لافكارو ويمكن البيئه ديالو ومحقق واحد النجاح كبير وسط منهم. دونك ممكنش تلغي هاد الفئه من المجتمع وتفرض عليها تشوف ان كونتوني اللي كيعجبك انت. احنا واحد شويه الناس هما بزاف عندهم حقهم، سي لوغ مانيير دو بارلي، سي لوغ مانيير دو فير، اي لا بروف ان قنواتهم تتحقق ملايين ديال المشاهدات، في حين ان القنوات اللي حنا تنصنفوها شويه انتلكت راه ما كيشوفهاش حتى 100 واحد. دونك كل واحد عنده الحق يكون في هاد لا بلاتفورم ولا في اي بلاتفورم اخرى سوغ انترنيت اللي تتقدم محتوى رقمي، وكل واحد عنده الحق ياخذ الاتجاه اللي بغى. حتى واحد ما عنده الحق يحجر على شي واحد ولا يستخف به ولا يحقره ولا يحقر داكشي اللي تيدير.
داكوغ، شويه غادي ندوزو اكثر باش نهضروا على الانتقادات وعلى العدد المشاهدات اللي كتكون طالعه في شي فيديو اللي البعض كيشوفها انها ماشي هي هذيك، المحتوى ديالها ماشي هي هذيك. وغنمشيو عند ساره دابا. ساره اللي هي في الاصل صحفيه واختارت انها مؤخرا تدخل العالم يوتيوب وتبدات هي دير دي فيديو. ساره غنوقف معك علاش انت اختاريتي انك تدخلي عالم يوتيوب، شنو بغيتي توصلي للناس؟ واخا غادي نبدا معك من الاول، حتى انا غادي نقول لك باللي القنوات في يوتيوب ولات تقريبا متشابهه، يعني الناس اللي كيقدموا المحتويات ولاو كينقلوا من بعضياتهم داكشي اللي كيديروا. يعني انا من الفتره اللي تزوجت فيها ومثلا حملت ولدت، بديت انا كنبغي نقلب مثلا على شي حوايج اللي غادي يفيدوني انا كحامل، ولا غادي يفيدوني مثلا كنربي ولدي مثلا ولا بحال هكا. فما لقيت حتى شي محتوى اللي غادي يقدم لي شي حاجه اللي زوينه بحال هكا غادي نستافد منها. فشنو غادي ندير؟ بديت مثلا انا داكشي اللي كيفيدني انا حاولت نقدمه ثاني للناس، كوم سا غادي نفيد بزاف ديال الحوامل مثلا، ولا الناس اللي كيرضعوا مثلا، الناس اللي كيربيو حتى هما كيفاش ياكلوا ولادهم كيفاش، حتى هادشي ما عندناش حنا في المغرب. هادشي اللي خلاني ندخل للعالم ديال اليوتيوب. باب التوفيق ليك ساره. ميرسي بوكو. كنتمناو حتى الفيديوهات ديالك ينالوا بزاف ديال المشاهدات ويعجبوا الناس ويكون في محتوى مفيد ان شاء الله. بغيت نوقف معكم على لو بوين ديال لي فيو في يوتيوب. علاش الفيديوهات اللي كيكونوا ماشي كلهم ولكن واحد الفئه كبيره من الفيديوهات، عدد كبير من الفيديوهات اللي سوغ يوتيوب اللي كيكون عليهم الانتقادات بزاف هي اللي كتشاف بزاف وكدير لي مليون دو فيو؟ الا جيت نعطيكم باغ اكزومبل الفيديوهات ديال الروتين اليومي اللي كيبانوا فيها بعض النساء بطريقه اللي هي مبتذله شويه، كيوصفها البعض، كيكون فيها شي واحد يشوف كيشوفوا فيها ايحاءات، كل واحد وكيفاش كيشوفها. هاد الفيديوهات هادي كيكونوا عليها انتقادات كبيره بزاف، ولكن في لو ميم طون كدير لي مليون دو فيو. دي فوا كتكون في طوندونس، هي الاولى في طوندونس المغربي. دونك ناديا، كيفاش كتقدري تشرحي لنا هاد القضيه هاد؟ ايكوت ما بوغ ما سي ان فينومين سوسيال، اي حاجه عليها الضغط او عليها النقد او الانتقاد او اي حاجه باغي تمنع او اي حاجه فيها البوز تتمشي ليها لا ماس تشوفها، اي سي توت افي نورمال. توت افي نورمال ان هذوك الفيديوهات اللي فيهم هذوك النساء اللي صنفتيهم انهم تيكونوا شويه مبتذلات، سي فري، مي خاص تعرف كاين واحد لا ماس الا دور فوغ سا، سورتو الا لقيتي شي واحد كتب ان هذيك فلانه عندها واحد الفيديو مبتذل، كلشي تمشي تزري تشوف. واي دونك دابا اونكوراج اي كونسيرمون اونكوراج ان بيتي بو سا، تو فو حتى الصحافه فاش تنكتبوا على واحد الحاجه راها مبتذله راه حنا تنشجعوها اوترومو باش تمشيو الناس يقلبوا عليها يشوفوها. وي تو غيزان ناديا. ايوب، انت كشاب مغربي قلتي قبيله بلي كاين اون فاريتي، كاين بزاف ديال الفيديوهات محتوى متنوع وداكشي، واش انت كتكون جالس مع راسك كشاب وكتقول غادي ندخل نتفرج في هاد الفيديوهات ديال روتيني اليومي والمحتوى ديالهم يقدر يفيدني يقدر؟ بالنسبه ليا فملي كندخل مثلا اليوتيوب ماشي ديما كنمشي لذاك الكونتوني اللي بغيت انا نشوفه. بعض المرات كتعشقي مثلا كنقدر نشوف كما قلت لك مثلا نكون في فيديو ديال بيل غيتس، شويه ندوز الفيديو ديال مارك الفونداتور ديال فيسبوك، شويه ندوز الفيديو ديال ممكن مثلا ديال نيبا، شويه ندوز الفيديو ديال امين غريب، شويه ندوز الفيديو ديال سميتا. فهاد التنوع هذا ما بالنسبه لي انا تنوع صحي، فما يمكنش ان شي واحد اللي غيجي يمنعني غيقول لي لا الكونتوني اللي خصك تشوف مثلا او لا الكونتوني اللي خصك تشوف. هذوك ناس كاينين في المجتمع بالنسبه لي كواحد مثلا مهتم بوسائل التواصل الاجتماعي، فخصني كونسومي كلشي، خصني نعرف كاع داك التنوع اللي كاين، ماشي مثلا نركز الاهتمام ديالي على واحد النوع ديال الكونتوني ونقول لا صافي المجتمع كيساهنا، هذا هو المجتمع وهذا هو هادو هما الناس اللي كاينين. لا ما كاينش غير هاد الناس، كاين هاد الناس، كاين ناس اخرين اكيد. ساره، واش ما كتشوفيش بلي ان الحاجه زعما الانتقادات اللي كنوجهوها غالبا كتكون على كل شيء، اي حاجه كنشوفوها غريبه ولا جديده كننتقدوها بكثره؟ انت واش ما خايفاش من هذا لو بوين هذا بما انك دخلتي العالم يوتيوب؟ شوفي، حنا طبيعتنا بحال هكا، اي حاجه كتشوفوها كنتاقدوها، سواء كانت زوينه كانت خايبه كانت مفيده ما كانتش مفيده غادي نتاقدو. يعني انا الحمد لله غادي نقدم شي حاجه اللي غادي تفيد الناس، غادي تفيد مثلا واحد الفئه معينه،
وبغاو ينتقدوا ديك الساعه محبه بانتقاداتهم، محبه حتى بالشكر ديالهم، ولا مثلا غيستافدوا منها فمحبه بهم. يعني ما خايفاش من هادشي، هاد الانتقادات زعما فتناهم في يوم ديال الصحافه، زعما خدينا بزاف ديال الانتقادات دونك تعودنا عليهم، بدينا كنفهموا حتى المتلقي كيفاش غادي ياخذ ديك الفكره، قدا ياخذها يتعجبوا فعلا، ولكن باش يشكرك ولا يقول لك شكرا ولا يقول لك الله يرحم الوالدين ما غاديش يقولها، يقدر يكتب شي حاجه اللي ما تعجبكش وصافي، هادشي اللي كاين. واش ما كتشوفي ما زعما ما عندكش هدف ربحي، انت ما درتيش هادشي على باش تربحي فلوس اكثر، انما درتي على ود باش تفيد الناس وتبارطاجي شي حاجه بالفعل. اللي انت استفدتي منها بالفعل. انا ما درتش هادشي كملي. واش نتوما كتشوفوا هاد القضيه هادي بزاف ديال الناس زعما كنقرات تعليقات فيسبوك سورما اي بغادي تكون كتنتا كدير درتي نفس لا رمارك اللي درت انا، بلي بزاف ديال الناس كيشوفوا انه الناس اللي ولاو كيدخلوا اليوتيوب الهدف ديالهم كيكون ربحي، دونك ما كيفكروش بزاف لو كونتينو اللي غادي يقدموا للناس اكثر ما انهم كيفكروا في عدد المشاهدات. ايوب نوقف معاك على هاد لو بوين هذا. نقول لك بالنسبه لي الملاحظه ديالي انه كاين مجموعه ديال الناس اللي ما عندهمش، يعني هادشي ما بداش غير من المغرب، فحتى باش نرجعوا للروتين اليومي واحد الوقيته ملي بدا صداع على الروتين اليومي بزاف دخلت قلب زعما على السورس ديالو، فكنشوف مثلا في الامريك ولا في الاوروب الا دخلنا غير قلبنا طابينا في يوتيوب دانا ما روتين غير غنلقاو بزاف ديال الناس اللي من لا فرونس اللي من لا بلجيك اللي كيبارطاجيو حتى هما كيبارطاجيو يعني لا روتين ديالهم ديالنا ديالهم، طبعا هما عندهم كيمشيو ابعد من 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 ما كنمشيو حنايا لانهم هما كيقدوا يدخل مع يوريك الكوب الداخلي اللي بيت نعاس عندهم عادي ما عندهمش مشكل، فهنا مازال كاين عندنا واحد 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 شويه ديال 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 اليمين. ولكن بالنسبه لي كاين مجموعه ديال الناس اللي ما عندهمش يعني ما عندهمش بالنسبه لي عنده البوابه ديالو الوحيده هي يوتيوب، فعنده البوابه ديالو الوحيده هي يوتيوب، باش كيبح بداك النقل ديال المعاناه ديالو، كيقول لك المعاناه ديالي اليوميه هي كيفاش كندوز انا المعاناه ديالي اليوميه ديالي. مثلا نعطيوك اكزومبل مثلا ك كنيبه مثلا نيبه كان انسان اللي ما اللي ما عندوش اللي كيبارطاجي اليوم ديالو ها في البلاصه فين ساكن ها في هذه، يمكن كان كيكونوا بعد التجاوزات اونتر بارونتيز لان كيبقاو دوك الناس ما عندهمش واحد النسبه ديال الوعي اللي كافيه اللي غتخلي انه يعرف باللي هذاك الفيديو غيشوفو ولد صغير غيشوفو هذه غيشوفو يعني واحد بزاف ديال لي ترونج داج. مي بالنسبه لينا زعما ما جا عندهم حتى شي واحد قال لهم لا اجيو ملي غادي اليوتيوب مثلا ها كيفاش خاصك تقدم المحتوى ديالك، ها كيفاش مثلا تعطي المحتوى ديالك، ها شنو خاصك تقول، ها شنو اللي ما خاصكش تقول مثلا، ها القانون شنو تيقول مثلا بحال 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 اونتر بارونتيز المناعيمه اللي تم تخفيف ديال الحكم ديالها واللي هي مبادره اللي مزيانه. فمن عيبه ما جابوش شي اكاديميه مثلا ديال محاربه الاميه الرقميه مثلا، قالوا لها شوف مثلا ملي غتبغي تحطي واحد الكونتوني في اليوتيوب القانون مثلا ديال النشر تيخصك مثلا تحترمي هذه وهذه وهذه وهذه، مثلا التشهير الى دويتي الى جبتي واحد السيده ودويتي عليها مثلا هذاك تعتبر الشهير، فتا شي واحد ما خد هاد الانيسياتيف. فبما انه ما كيناش واحد الانيسياتيف ديال التوعيه ديال هاد الناس هادو او بالخطوات ديال الممارسات اللي ممكن يقوموا بها، ما يمكنش اننا نجيو نحبسوهم نقول لهم لا انتم ما خصكمش تكونوا، لا هما جزء من المجتمع، كاينين في المجتمع حتى شي واحد ما عنده الحق يعني انه يحبسهم. بالنسبه للاباح ديال اليوتيوب اي واحد عنده حق يباح، فواحد مثلا جا كيما واحد حط البضاعه ديالو مثلا مشى خدا واحد الكيلو ديال التفاح وعاود باع كيلو ديال التفاح في الزنقه، حتى واحد في اليوتيوب عنده واحد المحتوى ديالو اللي كيصنع واحد المحتوى اللي كيعاود التسويق ديالو، فحتى هذه يعني مساله حتى شي واحد اللي ما يقد انه يمنعو منها، كيدير مجهود كينتج. فبالنسبه ليا واحد خدا كاميرا ودوا قدام كاميرا لان ماشي اي واحد عنده لا بوسيبيليتي وداك الامكانيه او حتى داك الجرأة ديال انه ياخذ كاميرا ويقول لك فوالا سلام انا معكم اليوم مثلا من 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 البلاصه الفلانيه، فهو اذا خد واحد الجهد عنده واحد الجرأة انه ينقل او لا عندها واحد الجرأة انها تنقل الفكره ديالك واضحه. ايوب شكرا لك بزاف. ايوب الفكره ديالك واضحه. ناديه واش نقدروا نقولوا ان المغاربه فئه من المغاربه خصها غير تنتقد، سواء كان الكونتينو زوين ما زوينش خصها غير تنتقد،
وبلي كاين واحد التناقض ان هذيك الفئه اللي كتكون كتنتقد هي اللي كتشوف هي اللي كتبارطاجي. شنو يقدر يفسر لنا هذا الشيء؟ هذا ديجا انتقاد سان بوزوان اوما، ماشي غير واحد الفئه من المجتمع. ما كاينش شي انسان وما تينتقدش واحد الحاجه زوينه ولا خايبه، دائما الى ان بوين دو فيو ادوني، فهمتي؟ كيسا سوا ان بوين دو فيو اللي غادي مع لا ماس ولا ما غاديش مع لا ماس، مي تويا ان جوجمون ابورتي دائما. حنا تنحاربوا الجوجمون، تنحاربوا انتقاد الغير البناء، وتنحاربوا هاد الافكار الكامله اللي تتخلي انه مقاد نيجاتيف شي لي جون. مي اومانمون طول الموند كينتقد، و طول الموند ا سون مو ا دير، و طول الموند سو بيرمي ماتنا. باسكو افيك لا افيك لي ريزو سوسيو، افيك هاد لي بلاتفورم المختلفين اللي ولاو، افيك لاكسيسيبيليتي دو لافورماسيون اوسي، اي لاكسيسيبيليتي دو بارطاجي سون افي، دونك اي واحد ولا تيعطي راسو هاد الحق انه يحكم على الناس وانه ينتقد الناس. ماتنا تنبقى كتبقى قضيه ديال الدوزاج، ان الناس ما تكونش التعليقات ديالهم او الانتقادات ديالهم جريحه بزاف، لانها ممكن تسبب ازمات نفسيه لعدد من الناس. وكنشوفوا ان بزاف فريمون بزاف ديال اليوتيوبرز ولا بزاف الناس اللي معرضين للانتقادات ديال الناس اللي هما سي دي جون كي سون اكسبوزي في لي ريزو سوسيو، عندهم ازمات نفسيه كبيره بزاف جراء انتقادات. نعم، اسمح لي نقطعك. باغ اكزومبل هادوك لي سيليبريتي ديال لا كوري دو سود اللي شحال من وحده انتحرت جوست باكوز دي كومونتير. بيسو، وهنا في المغرب وفي العالم العربي وممثلات كبار ومعروفات ايزونتي تي اتاكي بطريقه شنيعه وبطريقه بشيعه وبطريقه جارحه، وتبارك الله الناس هنايا ما عندهمش الفيلتر، دونك يل بو سبيرميتر انه ينتقد الحياه الخاصه وينتقد الشكل وينتقد لافون وينتقد لاكسون وينتقد الطريقه ديال الهضره، وينتقد عادي ساعتها تيحل راسو واحد الباب كبير وما تيفكرش في الاداء اللي ممكن يتسبب للناس اخرين. دونك فوا اتونسيون يفو اتر فيجيلون في هادشي. راه بزاف الناس ماتوا بسبب هادشي، بزاف الناس في اكتئاب بسبب هادشي، بزاف الناس داروا اختيارات باش يعرف حياتهم بسبب انهم تعرضوا لهاد التنمر وهاد لاغسيلمون مورال في لي ريزو سوسيو. داكور، الفكره ديالك انت واضحه ناديه. ندوز عندك ساره. ساره، انت نقول لو مونك اللي شفتي خاص في يوتيوب واللي تبغي زعما تبغي يتم التدارك ديالو وتبغي زعما يتحسن المحتويات اللي غادي تفيد الناس بزاف، لان قلت لك كيف ما قلت لك في الاول ولات محتويات متشابهه، روتين يومي اجيو تشوفوا كي دوزت نهاري، اجيو تشوفوا كيفاش كبدل ولدي، زعما شي حوايج اللي ماشي مفيده ما غاديش تفيد الناس. انا كنتمنى انه زعما يكون شي حوايج في اليوتيوب اللي غتعطي شي حاجه مفيده، مثلا تفرجتي في 10 دقائق في اليوتيوب غادي تستافدي شي حاجه، ماشي غتبقاي متبعه. مع احترامات للجميع، زعما الناس اللي كيقدموا محتويات في اليوتيوب ماشي غنبقى متبعه وحده كيفاش كدوز نهارها، خرجت من البيت دخلت الكوزينه فرشات فوق الطابله، زعما ما غاديش نفيد راسي بشي حاجه. وكيف ما قلت لك في الاول، انا مني ولات سيرتو مني ولات حاولت زعما نفيد راسي بشي حاجه، لقيت محتويات في اليوتيوب زعما ماشي ديال المغرب، ديال الناس برا المغرب كيقدموا فعلا محتويات مفيده اللي فاتني حتى انا، وقلت علاش لا في المغرب ما يكونش عندنا حنايا بحال هكا. وحاولت زعما في الاول بديت في انستغرام، قلت غادي نقدم نصائح الامهات الجداد زعما بحالي، زعما انا باقا جديده في هذا الشيء. والحمد لله زعما لقيت واحد استجابه كبيره من عند الامهات اللي بزاف منهم ما كانوش عارفين بزاف ديال الحوايج، وكنحاول نعطيهم داك الشيء، وقلت علاش لا هذا الشيء ما نحطوش في يوتيوب باش زعما يوصل لفئه كبيره من الناس. برافو ساره، تري بون كوراج. ايوب، بما انك مهتم جدا بوسائل التواصل الاجتماعي وكتشوف بزاف لو كونتينو كي سيركول، واش نقدروا نديروا مقارنات بين المحتوى اللي كاين اليوم في يوتيوب في المغرب والمحتوى اللي كاين في دول اخرى اللي كتشوف انت ان المحتوى ديالها اون كيلكو سورت مثالي؟ بالنسبه الى دانا مقارنه على المحتوى اللي كيتعتبر محتوى تافه او لا محتوى تافه، غنلقاو تقريبا بحال ما كاينش اختلاف. الاختلاف فين كاين؟ هو في الكونتوني بروفيسيونيل، يعني في الكونتوني بروفيسيونيل، يعني لا على المستوى ديال الخليج، لا على المستوى ديال الاوروب، لا على المستوى ديال الامريك، فايتين يعني بزاف، يعني ممكن نقولوا بسنوات ضوئيه وصلوا لواحد الاحترافيه كبيره في العمل ديالهم،
وهذا هو اللي كنعاتب عليه. يعني كتلقى واحد مثلا كيجي كيحط لك بوست فيسبوك كيبدا ينتقد هذوك الناس مثلا اللي حاطين المحتوى اللي كيعتبروه مثلا تافه وبلا ما ياخذ هو الانيشاتيف ويعطينا مثلا فيديو هوايه. مثلا علاش ما نشوفوش انجينيور كيعطينا فلوغ ديالو كيعطينا لا روتين ديالو؟ علاش ما نشوفوش مثلا ميديسان كيعطينا لا روتين ديالو؟ هادشي كامل غيعاون في لوريونطاسيون، لوريونطاسيون ديال الناشئه اللي مازال جايه. مثلا فبحال مثلا الطفل غيشوف ميدسان كيدوز لا روتين ديالو، سلام اليوم انا غادي مثلا لاكابين ولا غادي لوبيتال مثلا فوالا غتشوفوا معايا كيفاش غندوز النهار ديالي. علاش ما عندناش بحال هاد الناس هاد؟ ولكن استكو تو بونس، اسمح لي ايوب، ولكن استكو تو بونس باللي الناس غادي يتفاعلوا مع هادشي؟ واش ماشي اقليات هي اللي غادي تبغي هاد لو كونتوني المفيد وما غاتبغيش داك لو كونتوني الترفيهي اللي سي با دو سيريو، اللي غاتبغيش حاجه تفوج عليها؟ ملي كندويو على فلوغ كندويو على الترفيه، لان علاش كنخرج الواحد من داك من داك القوقعه ديال يعني ديالو ديال البروفيسيونيل. يعني كنشوفو مثلا الميديسان كيفاش عايش في الدار ديالو، شنو كتبه اللي كيقرا؟ مثلا نبغي نعرف ميديسان مثلا شنو كتبه اللي كيقرا بلي ملي كيدخل للدار ديالو، ملي غيدخل للدار ديالو بلي غيقول لنا فوالا مثلا خديت مثلا دوش دابا غنمشي نهز واحد البوكان مثلا نقرا مثلا شويه مثلا على لا فيلوزوفي، نعرف ولا واش الميديسان مهتم بزاف ديال العلوم ولا مهتم غير بلا ميديسين مثلا. فهاد الشيء مثلا ملي غادي مثلا نخرج من داك لو كادر بروفيسيونيل ديالو اللي كنشوفو غير في لوبيتال مثلا. وعطيت مثال بميدسان لان ممكن نعطي مثال من مجموعه ديال المهن اللي كاينه. مي علاش كندوي على ميدسان؟ لان وقفنا عليهم دابا بغينا نعرفوا شنو الحياه ديال الميدسان، لان حتى هما عندهم واحد لوغول في المجتمع. صراحه محتاجين نشوفوا بحال هاد الحوايج اللي غادي يفيدوا الناس. انا ديال شنو هو لو كونساي اللي تبغي توجهي للناس اللي كيشوفوا يوتيوب واللي كيخدموا في يوتيوب؟ كنت غنوجهو لراسي معاهم بيسكو انا جو فيان دو لونسي ما شين في يوتيوب اي سي اون شين بور لو كوتشينغ اي بور لو ديفلوبمون بيرسونيل، درتها اولا باش نفيد الناس. دونك نصيحتي هي نوجد ان كونتوني الهدف الاول ديالو هو يفيد الناس ماشي هو يربح ماديا. يمكن انا قناتي يلاه لونسيتها عندي اون سونتين دابوني كيتبعوا لي فيديو، مي جيستيم انني انا بخبرتي كصحفيه وبخبرتي مثلا كمدربه في التنميه الذاتيه وهاد لو كوتشينغ انني كنفيد الناس. انني جيت فواحد الفتره ديال الكونفينمون اللي الناس عندهم اون غومونتي ديال لي زيموسيون نيجاتيف، اي دونك كنحاول نعطيهم ان كونتوني pour réguler les émotions باش يتعاملوا مع الضغط. اي دونك كيف ما انا عطيت لراسي هاد النصيحه نعطيها للناس اخرين. دائما الهدف هو الافاده ماشي هو الربح، لان الربح دائما كيجي من بعد. هاد اللي تنقول مثلا تروفي اتر كرياتيف و تروفي سون ميتي اللي غادي يجي معانا واللي غادي نكونوا فرحانين به. لاننا الا درت لو ميتي اللي انا بغيت فأبغت الربح منه في الأول، من ربح يجي ألون تغير بس كجوفي واحد الحاجة تتعجبني واحد الحاجة كنديرها بحب وكنديرها بإتقان وتفاني وعارفة راسي كنفيد بها الناس، الربح دائما جاي. هذاك الخلاص ديالي على مجهودي وعلى التفاني ديالي وعلى الكرياتيفيتي ديالي. مي أولا جانفيستي في الكونتوني، جانفيستي شنو أنا غادي ندير. لامبورطون نادية باش نكمل الفكرة ديالك هو انك تكون مرتاح في داكشي اللي كدير، ساتيسفي بلو كونتوني كو تو بارطاج افيك لي جون. ابسولي، او تو لو بارطاج بفخر وي افيك امور عليك وعارف واحد غينتقدك لانك او فون دو توان تو سي كو لو كونتوني ديالك الي تري ترفيهي، باش ما نقولش تافه باسكو سي ان جوجمون اي جو ني با لو دووا دو لو بوزي، مي ترو ترفيهي. داكور، ميم بور ترفيهي اون ا كو فو لا ترفيهي. ندوز عندك سارة. دونك انتي بالنسبة لك ملي دخلتي يوتيوب هذه خطوة جديدة، سيغمون دخلتي بمجموعة من الأفكار، مجموعة ديال لي زيدي، دونك بغيتي تقدمي ان بلوس اليوتيوب في المغرب. شنو هي الرسالة اللي تبغي توجهيها للمتابعين ديالك في القناة؟ شنو علاش خصهم يتبعوك؟ علاش خصهم يوليو يشوفوا الفيديوهات ديالك ساره؟ انا غادي نستهدف ان شاء الله فئه معينه من الناس، زعما ماشي كلشي غادي يبغي يتابعني، ماشي كلشي غيكون مهتم بداكشي اللي كنقدم. فالناس اللي غادي يتابعوني زعما سيرتو خصهم يكونوا ناس مهتمين. انا زعما ما بغيتش نشوف شي واحد اللي مثلا غيدخل عندي ما مهتم ما والو غيبقى يعيب فيا لله في سبيل الله زعما.
انا كنجتهد على موضوعي، كنجتهد على الخدمه اللي غادي ندير. كيف ما قالت اختنا ديا غادي نبغيها وغادي ما غادي نشتغل عليها وغنتعذب باش نجمع المعلومات وغادي نقدمها وغادي نصورها. ما نبغيش زعما نشوف شي شخص مثلا غادي يدخل غادي يبدا يعيب علاش كدير بحال هكا ولا هادشي ماشي مفيد. انا بغيت الصراحه الناس اللي غيدخلوا يتفرجوا فيا يكونوا فعلا 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 مهتمين بداكشي اللي كنقدم، وخا يكونوا غير خمسه الناس المهم يكونوا مهتمين. ان شاء الله ساره يكون كل خير. ايوب باش نسالي معاك ونسالي الحلقه ديالنا لهذا اليوم، بغيت تقول لي شنو هو الحاجه اللي خاصه المحتوى ديالنا ديال يوتيوب في المغرب باش يكون كيرقاب جميع، ماشي جميع الاذواق مي فئه كبيره ديال الاذواق. بالنسبه لي يعني كخلاصه الحلقه ديال اليوم، فهو خاصنا نركزوا على تقريبا على واحد ثلاثه الحوايج اللي مهمين. المساله الاولى يعني باختصار انه خاص تخلق واحد خاص الخلق ديال واحد الاكاديميه اللي تكون اما خاصه او لا تكون اكاديميه تابعة للدوله. فيما كان شي واحد اللي بغى يجي يدير فورماسيون على القانون، يدير فورماسيون على التسويق، يدير فورماسيون على كاع داكشي اللي كيتعلق بالصناعه ديال المحتوى، يلقى واحد البلاصه اللي تكون غاتوي او اللي يكون واحد الثمن اللي مزيان. علاش هذا الشيء غادي يجنبنا مجموعه ديال الاشياء ملي غادي تكون عندنا واحد الاكاديمي اللي ممكن اننا نسيت فورماسيون فيها، فغتكون اضافه مزيانه. ثاني حاجه تيخص التنوع، تيخص كاع الناس اللي بيدهم يقدموا شي حاجه ديال الكونتوني، لان هذا التنوع هذا غادي يخفض من نسبه ديال المشاهدات ديال الكونتوني اللي كيتعتبر يعني محتوى ترفيهي مثلا او لا محتوى مبتدا اونتر بارونتيز كما كيوصفوا بعد. المساله الاخرى اللي مهمه في انتظار انه تكون عندنا واحد الاكاديميه، فكنتمنى من انهم الناس اللي كيحطوا المحتوى يعني وما عندهمش مشكل، ما عندهمش واحد ليميت مثلا، فيحاولوا ما امكن انهم ياخذوا في الحسبان ديالهم ان المحتوى ديالهم كيشوفوه دراري صغار، كيشوفوه يعني فئات مختلفه من المجتمع، وبعض ما تيكونوا بعد تجاوزات اللي ممكن يشوف واحد الولد صغير ويمشي ينفذ مثلا داكشي اللي طبق داكشي اللي كاين في لا فيديو. التنوع. وكنتمنى ايوب يشوفوا هذا الحلول ديالك ويديروا بها ان شاء الله. ميرسي بوكو، شكرا بزاف حيت كنتوا معايا اليوم وتقاسمتوا معنا الاراء ديالكم. كنتمنى لكم كاملين التوفيق. ومتابعينا هكذا كيكون سالت الحلقه ديالنا لهذا الاسبوع، وموعدنا كيتجدد بكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده، فكونوا دائما في النعيم. باي باي.